لقيت نفسي عرقانة، دخان الشيشة خنقني قوي، قلت أطلع أتهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حد سألك الخال فين؟ بعد ما هد حيلي طول الليل ضحك ورقص ودلع، بديله ايديا كده جه في حضني وقام هوب نام. تيجي تبص؟ ابص على ايه؟ على الخال. ربنا يديله الصحه، الخال اسد. حلوه السلسله دي؟ بتهيالك انها حلوه؟ لا، انها سلسله. والنبي لو تعرف ايه اللي فيا هصعب عليك. هات ايدك كده وجس. واو ليه؟ جسمي نار، تعبانه، وعضمي بيوجعني من الركنه. عايزه نصيحتي؟ يا ريت. تخشي وتركيني جوه في حضن الخيال يا مرات الخيال، وبلاش الوقفه هنا كده احسن الهوا يلطشك. يلا يلا يا حلوه. فيلي يتوب علينا ربنا.